مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا مع حضراتكم وحلقة جديدة من 7 دي سبورت. يعني ساعات بتفصلنا عن لقاء حرس الحدود، ولكن إن شاء الله نعمل حلقة نحاول نغطي فيها كمان كواليس ما قبل المباراة. ويلا بينا كالعادة نبدأ حلقتنا بالعناوين. الفرع الخامس أهلي العالمين الجديدة يدخل حيز التنفيذ. الأهلي يواجه حرس الحدود لتأمين صدارة الدوري الممتاز. الكاف يوافق رسميا على مد مهلة إرسال ممثلي مصر في بطولتي أفريقيا. الإصابة والطرف الصناعي يهددان سواريز بالاعتزال. وأخيرا السعودية تطلق برنامج لاستدامة الكرة النسائية. وأكيد معنا أحداث تانية كتير، لكن قبل ما نبدأ حياتنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. الأهلي خلاص فاز ببطولة أفريقيا، لكن الاحتفالات انتهت. الأهلي بيكسب بطولة بيفكر في اللي بعدها، وكمان مجلس إدارة الأهلي افتتح فرع التجمع الخامس، ودلوقتي على طول بيبدأ شغل علشان فرع الخامس ليه في العالمين. هو ده سيستم النادي الأهلي، هو ده التطبيق الفعلي لشعار تاريخ مبادئ تطوير، شعار دخل بيه مجلس إدارة النادي الأهلي وبرئاسة الكابتن محمود الخطيب الانتخابات وحققه بالفعل على مدار السنوات اللي فاتت. وأكيد المستقبل هيكون مليء بالإنجازات والتطور، كل اللي كسبناه وعملناه خلاص أصبح تاريخ. المهم الثبات على المبادئ والتقاليد الخاصة بالنادي الأهلي، واستمرار التطوير هو ده الأهلي. ده كان حاجة مهم إنها تتقال. خلاص الفرع الخامس، إحنا دلوقتي خلاص فتحنا الفرع الرابع وبنفكر في الفرع الخامس، ونفس الكلام خدنا بطولة بنفكر في اللي بعدها. دي سيستم النادي الأهلي. يمكن البطولة دي احتفلنا بيها شوية، لكن العادي إن إحنا البطولة خلصت النهاردة، لو في راحة يومين ثلاثة بعد كده خلاص بنفكر في البطولة اللي بعدها. تفكير النادي الأهلي كله دلوقتي في بطولة الدوري. نبدأ أخبارنا من عند الفرع الخامس. أهلي العالمين الجديدة يدخل حيز التنفيذ، استكمالا لخطة مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بتستهدف إنشاء فروع جديدة للنادي الأهلي في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة. وبعد دراسات متكاملة لعمليات المشروع المقدمة، يعني طبعا اجتماع المشروع المقدم، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كان الاجتماع كان امبارح طبعا زي ما حضراتكم عارفين، على البدء في الإجراءات الإدارية والقانونية للتعاقد مع على إنشاء الفرع الخامس للنادي الأهلي اللي هيكون بمدينة العالمين الجديدة على مساحة تبلغ 43 فدان. تم تخصيصها بالفعل للنادي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع شركة الأهلي للتنمية العقارية صبور وشركة سموحة العالمين للاستثمار والتنمية. وده دليل على الكلام اللي قلت لكم في المقدمة، وإنه مش مجرد كلام، مجلس إدارة النادي الأهلي بيشتغل بكل قوة. الفرع الرابع عمل طفرة إنشائية جديدة تضاف لإنشاءات النادي الأهلي، وبالمناسبة بنشوف لحد دلوقتي كل يوم ناس كتير متقدمة على عضوية الفرع الرابع في فرع التجمع الخامس، كله بيصارع ان هو يخش وحريص ان هو ينضم لعائلة النادي الاهلي. ده شيء مهم، يعني ده شيء انا حاسس ان احنا زيها زي البطولات، بنخلص البطولة نخش في اللي بعدها. نفس الكلام مجلس الإدارة ماشي بنفس السيستم، بنخلص الفرع ده بنفكر في اللي بعد كده، اللي هيضيف للنادي الاهلي وهيضيف لاعضاء النادي الاهلي وهيضيف لجمهور النادي الاهلي. ده الاساس بتاع النادي الاهلي. تعالوا نشوف تقرير عن الأهلي وإنجازاته في الإنشاءات وتحديث وتطوير فروعه، ونرجع نكمل كلامنا. منذ تأسيس النادي الأهلي عام 1907 والطموحات لا تنتهي والأحلام دائما ما تتحقق بالإصرار والعزيمة والتفاني والإخلاص من قبل الإدارات المتعاقبة لكيان القلعة الحمراء. 20 يوماً مرت على افتتاح مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة، والذي يعد استمراراً واستكمالاً للطفرة الإنشائية والخدمية الكبيرة في كل مقرات النادي الأهلي، حتى زفت إدارة القلعة الحمراء بشرى جديدة بموافقة مجلسها في اجتماعها يوم أمس برئاسة الكابتن محمود الخطيب على البدء في الإجراءات الإدارية والقانونية للتعاقد على إنشاء الفرع الخامس للنادي الأهلي، والذي سيكون بمدينة العالمين الجديدة على مساحة تبلغ 43 فداناً
تم تخصيصها للنادي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع شركة الأهلي للتنمية العقارية صبور وشركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية. المشروع يأتي استكمالاً لخطة مجلس الإدارة التي تستهدف إنشاء مقراً جديدة للنادي في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة في ظل منظومة إدارية ناجحة تكللت بإنجازات وبطولات وتوسعة عمرانية وإنشائية وخدمية في كافة مقار القلعة الحمراء الأربع في مقر الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس التي تتضمن مجموعة عظيمة من الإنشاءات والملاعب والبنى التحتية جعلته مفخرة لخدمة أعضائه والرياضة المصرية بشكل عام تواكباً مع الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات والسير على نهج الدولة المصرية في التنمية والتعمير والتطوير والبناء. الطفرة الإنشائية التي يشهدها النادي الأهلي في مختلف مقراته ليست فقط لخدمة أعضائه فقط وإنما تتخطى ذلك إلى كونها إضافة كبيرة للبنية التحتية الرياضية المصرية. وسيظل الأهلي بتاريخه العظيم ومبادئه الراسخة وبالتطوير المستمر يقدم مثالاً لمسيرة مليئة بالعطاء والبطولات ستبقى خالدة تتوارثها الأجيال بعد الأجيال محفورة في قلب كل من يعشق القلعة الحمراء. زي ما حضراتكم شفتوا طبعا الطفرة الإنشائية الكبيرة اللي حصلة في كل فروع النادي الأهلي وكمان في الفرع الجديد فرع التجمع الخامس. نروح بقى الماتش الأهلي. الأهلي واجه حرس الحدود لتأمين صدارة الدوري الممتاز. الفريق الأول لكرة القدم النهاردة يعني امبارح اختتم متدريباتهم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق حرس الحدود مساء اليوم. واجتمع مستر مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي وذلك للحديث عن أهمية مباراة حرس الحدود. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. احنا خلاص خلصنا الاحتفال وبنتكلم عن أهمية مباراة حرس الحدود وبنتكلم عن الشكل اللي احنا لازم نرجع بيه بقوتنا في الدوري. الدوري لسه ما خلصش والدوري محتاج ان انت تركز في كل الماتشات واولهم ماتش حرس الحدود اللي انت خلاص بتنهي بيه احتفالك تماما 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 ببطوله افريقيا. وطبعا اللاعبين خاضوا تدريباتهم البدنيه المتنوعه في بدايه فقرات المران امس تحت اشراف اندريس اندويا وطبعا مخطط الاحمال ودكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. وطبعا ميشيل يانكم مدرب حراس المرمى خد رباعي الحراس الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف كمان في تدريبات منفرده مكثفه. وأدى لاعبي الأهلي طبعا تدريبات خططية متنوعة قبل أن تختتم الفقرات المران الرئيسية بتقسيمة صغيرة شارك فيها جميع اللاعبين. وطبعا الأهلي بيستعد لمواجهة حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية وده طبعا من مؤجلات الجولة 16 في الدوري الممتاز. هيدير مباراة النهاردة الحكم أمين عمر بمساعدة أحمد عبد الغني ورمضان هنداوي والحكم الرابع إبراهيم الدسوقي. وطبعا حكام الفيديو مصطفى الشهدي وهيثم الشريف. الصوره معانا على الشاشه اهي الحكام اللي اعلنها اتحاد الكوره لمباراه النهارده. طبعا مباراه مهمه ومباراه لازم يرجع بيها الاهلي بقوه في الدوري وخلاص احنا كده في المرحله بتاعت ان احنا بنفكر في الدوري. الدوري غايب بقاله سنتين ولازم الاهلي يرجع بقوته كلها في الدوري عشان نحسم بطوله الدوري في اسرع وقت ممكن. دي كواليس النهارده وزي ما حضراتكم شايفين ده في الاوتيل متابعه مباشره يعني من خلال برنامجنا. وبعد كده معانا الاستوديو التحليلي ان شاء الله الساعه 8:30 مع الكابتن ايمن شوقي طبعا الكابتن العظيم. طبعا زي ما انتم الماتش الساعه 9:30 طبعا واللعيبه في اتم جاهزيتها. اللقطات دي حصريه لقناه النادي الاهلي ومباشره معانا من الفندق. طبعا حاله من التركيز خلاص الناس بطلت تحتفل زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي محمد الشناوي معانا على الشاشه في كامل تركيزه خلاص الموضوع انتهى احنا مركزين في مباراة الدوري دلوقتي يعني. والواضح طبعا على كل اللعيبة التركيز التام. كابتن سامي قمصان اهو معانا كل الناس خلاص احنا خارجين في مود التركيز بتاع مباراة حرس الحدود. مباراة كمان ساعات من دلوقتي فبالتالي الفرقة كلها على اتم الاستعداد للمباراة. ادي اليو ديانج كمان ومحمد شريف يعني الفرقة خلاص داخلة في مود الدوري يعني رجعنا للدوري والدوري بطولة مهمة وبطولة أساسية من البطولات اللي النادي الأهلي بيحب يحافظ عليها. أدي طبعاً أفشة ومروان عطية. خلاص ما بصوا حتى النظرات بتاعت اللعيبة وكلامهم وأحاديثهم كلها تركيز مفيش احتفالات ومفيش ابتسامة حتى بتاعت اللي هي إيه لا كله مركز كله حاطط في دماغه ماتش حرس الحدود دلوقتي وهما
خلاص خرجنا في مبادرة الراحة وراجعين من فترة راحة كويسة، واللعيبة راجعة من المنتخبات خلاص، يعني انت دخلت في مود المسابقة تاني. ادي طبعا طاهر اللي قلب الدنيا وشوبير، الموضوع خلاص، وادي عمرو السولية كمان وعلي معلول ورامي ربيعة وعلي لطفي، يعني اللعيبة كانت مع المنتخبات. وبالتالي النهاردة تأكيد انتصارات الأهلي واستمراريته في الفوز على الدوري هو الأهم، لأن بطولة الدوري لازم بإذن الله تكون في الجزيرة مكانها الطبيعي السنة دي. لعيبة الأهلي عاملين مشوار هايل طول الموسم في الدوري الممتاز، والأهلي لحد دلوقتي الفريق الوحيد اللي في الدوري بدون هزيمة. المهم إنك تحقق الفوز وتكمل مشوارك لتأمين صدارة الدوري، وبالتأكيد هتتابعوا الاستوديو التحليلي مع بعد النهاردة بعد البرنامج طبعا مع الكابتن أيمن شوقي وضيوفه بإذن الله. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي. يعني زي ما حضراتكم شايفين الصورة واضحة جدا، اللعيبة في كامل تركيزها، اللعيبة كلها خلاص مركزة في الدوري، بطولة مهمة، وبطولة مهمة ان انت تستردها، هي غايبة بقالها سنتين عنك. فبالتالي بطولة افريقيا ما كانتش غايبة سنتين، بطولة افريقيا غابت سنة واحدة، لكن الدوري كان غايب سنتين. وبالتالي مهم جدا التركيز على بطولة الدوري الفترة دي عشان تحسمها مبكرا. قدامنا فرصة كويسة ان احنا نحسمها بدري، فبالتالي مهم ان كل الفرقة تكون مركزة. ادي كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، خلاص واضح جدا التركيز. ماتش حرس الحدود ماتش مهم، حرس الحدود كمان صعوبة الماتش ده ان الفرقة دي مش فارق معاها، هي خلاص من الفرق اللي ضمنت الهبوط يعني. فبالتالي انت لا قدامك فرقة هتلعب وهي عايزة تعمل شو حلو. طبعا زميلنا فاروق بيحاول يتكلم مع مترجم مستر كولر، وفاروق على كون طبعا فاروق هيكون معانا على مدار الحلقة ان شاء الله كمان، يعني هيبقى في متابعة للنادي الاهلي. حضراتكم فاهمين طبعا سيستم النادي الاهلي، خلاص الموضوع دلوقتي كل تركيزنا في بطولة الدوري. بطولة الدوري خلي بالكم قدامنا فرصة ان احنا نحسمها بشكل جيد، عندنا عدد ماتشات مؤجلة كويس، لكن احنا بنركز ماتش بماتش. دلوقتي احنا كل تركيزنا في ماتش حرس الحدود، ماتش النهاردة هو الاهم بالنسبة لنا، نخلص ونكسب نفكر في الماتش اللي بعده. هي دي طريقة النادي الاهلي على مدار السنين. نروح بعد كده بقى للاهلي يفتح باب الاختبارات لتجهيز فرق الكرة النسائية من مواليد 2005 لحد 2009. النادي الاهلي قرر فتح باب الاختبارات لتجهيز فرق الكرة القدم النسائية، فريق كرة القدم النسائية مواليد 2005، واللي هيشارك في الدوري الناشئات اللي هيتم تنظيمه من قبل اتحاد الكرة. أكد كابتن شطة طبعا مدير أكاديمية النادي الأهلي فتح باب الاختبارات يوم 5 و6 يوليو القادمين من الساعة 8 صباحا على ملعب الأكاديمية بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر، وهتكون الاختبارات بالمجان متاحة أمام اللاعبات من مواليد 2005 وحتى 2009. وهيشرف طبعا على فريق ويشرف على فريق مواليد 2005 كابتن أميرة يوسف مدير أكاديمية الأهلي للكرة النسائية، واللي أكدت إن عدد من لاعبات الأكاديمية هيبقوا منضمين ومتواجدين في صفوف الفرق المقررة تكوينها. يعني خطوة رائعة طبعا من مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن الكرة النسائية هيكون ليها حيز كبير جدا من الاهتمام في المستقبل، وأصبحت من شروط رخصة الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية. ده حاجة مهمة جدا. انتوا شايفين طبعا اللي السعودية بتعمله في الكرة النسائية، وشايفين العالم كله اهتمامه بالكرة النسائية بقى عامل إزاي. كمان شايفين الفترة اللي رئيس الفيفا نفسه بيتكلم عن ان كاس العالم للكرة النسائية هيبقى حدث مش عادي، ولازم يبقى بقدر وقيمة الكرة الرجالية، هيتابعوا 4 مليار مشاهد حوالين العالم. فدي نقطة مهمة جدا ان انت تبقى كمان بتضيف الكرة النسائية في مصر بشكل تدريجي. النادي الاهلي دلوقتي طبعا هيبقى ليه دور في الكرة النسائية، وده دور مهم، لان النادي الاهلي عايز يحافظ على رخصه، وعايز يحافظ على استمراريته للنجاح، وعايز يحافظ على تفوقه، والفرقه دي هتبدا على طول بالمنافسه يعني. فبالتالي اختبارات مهمه، ومهم ان يبقى في عناصر شابه من الفتيات اللي هينضموا ان شاء الله للفرق دي، يطعموا بيهم بعد كده الفريق الاول اللي هيتم تكوينه ان شاء الله. دلوقتي معانا خبر، او مش خبر، هي معايده لواحد من الشخصيات البارزه في تاريخ النادي الاهلي. عيد ميلاد سعيد للكابتن محسن صالح اللي بيحتفل رئيس لجنه التخطيط لكره القدم بالنادي الاهلي اليوم الخميس طبعا بعيد ميلاده ال 74. هو من مواليد 22 يونيو 1949، واحد من نجوم الفريق الاحمر في فتره السبعينات، تعتبر احد الاجيال الذهبيه بالمناسبه للنادي الاهلي تحت قياده المدرب المجري هيديكوتي. كمان كابتن محسن صالح واحد من ابرز المدربين في تاريخ الكره المصريه عموما، توج بالدوري والكاس وكاس مصر، ووصل لنهائي الكونفدراليه مع نادي الاسماعيلي، وطبعا فاكرين الفتره دي كان نادي الاسماعيلي عامل ازاي تحت قيادته يعني. وكمان واحد من المدربين الكبار جدا في الخليج في الدوريات السعوديه والمنتخبات الخليجيه، وليه فترتين كده في قياده منتخب مصر في التسعينات وبدايه الالفينات، وكان مدرب من المدربين اللي لهم تاثير، وخرج جيل كده من الاسماعيلي انتشر في دوريات مصر، وخدنا منه هنا في النادي الاهلي طبعا عدد كبير منهم يعني.
طبعا كل سنه وحضرتك طيب كابتن محسن، واحد من الشخصيات التاريخيه البارزه في تاريخ النادي الاهلي، واحد من اللي بعتز بيهم جدا يعني على المستوى الشخصي، من النصائح المهمه اللي تاخدوها في النادي الاهلي من كابتن محسن صالح بالمناسبه يعني، ولذلك هو مكان وقيمه كبيره جدا في النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي بيعتز برموزه جدا وبيعتز بالقامات الكبيره امثال كابتن محسن صالح. كل سنه وحضرتك طيب كابتن محسن، وان شاء الله تبقى سنه خير عليك، وان شاء الله تبقى سنه بطولات علينا جميعا في النادي الاهلي وفي كل رموز النادي الاهلي. هنروح بقى دلوقتي لبعض الاخبار المحليه، وهنبدا من عند اتحاد الكوره برضو لكن من خلال الكاف. الكاف يوافق رسميا على مد مهله ارسال ممثلي مصر في بطولتي افريقيا. الاتحاد الكوره طبعا هم كان عندهم مشكله ان احنا لسه الدوري ما خلصش، وعندك مشكله لسه الاربعه الاوائل ما بنوش، فالنهارده تمت الموافقه من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم بمد مهله ارسال الفرق المصريه التي ستشارك في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل بدلا من 30 يوليو اللي كان كمان كام يوم يعني الجاري. وارسل الاتحاد المصري لكره القدم قبل ايام قليله خطاب للاتحاد الافريقي لكره القدم يطلب فيه بتاجيل ارسال اسماء الفرق التي تمثل مصر في بطولتي افريقيا ل 15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهايه مسابقه الدوري. خبر مهم، خبر مش هيدي فرصه بقى ان انت تبعت زي المواسم اللي فاتت الاربعه في وقت بعد كده الاربعه دول واحد منهم بقى سادس ولا سابع، لا ده خبر مهم جدا يعني. فبالتالي دي حاجه مهمه وقويه هتفيد هتفرق في قوه الدوري بالمناسبه، وهتفرق في المنافسه على الفتره اللي جايه في الدوري. فكان خبر مهم ان الكاف يوضحه، وخبر نشكر اتحاد الكوره ان هم طلبوا ده من الكاف بالفعل. لسه مع اتحاد الكوره لكن عند روي فيكتوريا اللي بيسلم اتحاد الكوره قائمه باسماء المنتخبات والتصنيف الاول لاقامه وديات في سبتمبر. روي فيكتوريا سلم المدير الفني للمنتخب الوطني قائمه بالمنتخبات اللي هو عايز يواجهها في سبتمبر المقبل، على هامش طبعا مواجهه اثيوبيا اللي هي الجوله السادسه والاخيره من تصفيات البطوله اللي احنا خلاص ضمننا التاهل اليها اللي كان 2024 بكوتيفوار. وتصنيفات القائمات ثلاث منتخبات افريقيه من التصنيف الاول، هو عايز يحتك بمنتخبات في التصنيف الاول يعني روي فيكتوريا عايز يحتك بالمدارس الافريقيه القويه، ودي حاجه كويسه طبعا بعد ما حسم تاهل رسمي خلاص لبطوله امم افريقيا، ومواجهه اثيوبيا خلاص بقت بالنسبه له يعني بروفا قويه للوقوف على جاهزيه المنتخبات قبل الدخول في اجواء تصفيات كاس العالم كمان اللي مقرر انطلاقها بنسبه كبيره في نوفمبر المقبل. دي نقطه مهمه جدا، الراجل دلوقتي عايز يعمل احتكاكات قويه قبل البطوله وعايز كمان يجهز لتصفيات كاس العالم، فبالتالي كانت نقطه مهمه ان هو يطلبها من اتحاد الكره ويطالبها بدري ويطالبها بشكل كويس. فبالتالي يعني دي خطوه كويسه نحو ان انت تجهز منتخبك بشكل افضل للفتره اللي جايه. طيب تعالوا نروح بقى نشوف ليه الانديه اللي بتقترح على اتحاد الكره زياده القائمه الى 35 لاعب في الموسم الجديد. دي نقطه مهمه بالنسبه لنا كنادي اهلي كمان. الانديه اللي بتشارك في اكتر من بطوله لازم القائمه بتاعتها تبقى غنيه، احنا بنشوف دول القائمه فيها مفتوحه بالمناسبه. النهارده اتحاد الكره طلب من بعض انديه او بعض انديه الدوري طلبت من اتحاد الكره ان انديه الدوري الممتاز يزيد اللاعبين في قوائم الموسم الجديد لتصل الى 35 لاعب بدل من 30 لاعب، رغم ان هي مش عدد كبير يعني في ظل مشاركه بعض الانديه في اكتر من بطوله بالموسم الجديد. واقترحت الانديه على اتحاد الكره ان تضم القائمه الموسم الجديد 30 لاعب بجانب خمس لاعبين من مواليد 2001. نقطه كويسه طبعا. هنا انا عاوز اعلق على الموضوع ده، الفكره مش في عدد القائمه، الكام لاعب دول مش هيفرقوا، لكن في معظم الدوريات الكبرى القوائم بتكون مفتوحه، لكن الفكره والاساس هنا ان يكون النادي اللي بيقدم الطلب ده او اللي عايز يتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين ايا كان بقى عددهم 30 40 او حتى 100 لاعب، انه يكون قادر على الوفاء بمستحقاتهم الماليه والعقود الخاصه بهؤلاء اللاعبين. يعني انت لو قائمتك 20 لاعب تكون مقدم ما يثبت انك هتقدر توفي مستحقات اللاعبين دي، عشان ما ينفعش اتحاد الكره يغفل دوره الرقابي على الانديه خصوصا في مساله التراخيص. ما ينفعش نادي الترخيص لنادي او نادي الترخيص لنادي عنده مديونيات كبيره جدا وما يلتزمش بعقوده مع لاعبته، هنا دي مشكله كبيره جدا، ده مربط الفرس. حسب معلوماتي ان القائمه في الموسم الجديد هتكون 30 لعيب زي ما هي في الموسم الحالي، لكن اتمنى حتى لو مش الموسم الجاي اتمنى يكون فيما بعد لا في اقتراح ان انت تزود عدد اللاعبين على قد ما تقدر، لكن تحافظ على ان الانديه تدي للاعبين دي مستحقاتهم. ده يعني مش وجهه نظر، دي طبيعه الكوره في العالم كله دلوقتي، عشان الانديه تقدر تشارك في اكتر من بطوله وعشان الانديه تقدر ان هي تبقى مشاركاتها فعاله واللعيبه ما يحصلش اجهاد كبير زي اللي بيحصل عندنا في الدوري المصري هنا، لازم توافق على ان القائمه تزيد بشكل كبير.
يعني 35 دي مش زيادة كبيرة بالمناسبة، يعني من 30 ل 35 دي زيادة عادية، يعني نتمنى انها تحصل. هنطلع دلوقتي فاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم عشان نروح بقى الأخبار محترفين. واحد من ابرز المحترفين اللي يعني انا شايف ان هو من المحترفين الاقوياء جدا طبعا تريزيجيه، واحد من ابناء النادي الاهلي كمان، الصحافه التركيه بتتكلم عليه ان هو لن يرحل عن طرابزون التركي. كشفت التقارير الصحفيه التركيه النهارده ان نادي طرابزون التركي قرر استمرار المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في صفوف الفريق. طبعا حسب التقارير الصحفيه في تركيا ان المدير الفني لفريق طرابزون ابلغ الاداره بضروره استمرار تريزيجيه مع الفريق الموسم المقبل. واضاف طبعا الصحف التركيه بيتكلم عن تريزيجيه بشكل قوي جدا، ان طرابزون عايزه وبتاع، وان اداره طرابزون قررت الابقاء على تريزيجيه رغم اهتمام بعض الانديه في الدوري السعودي بالتعاقد مع صاحب ال 28 عام في الصيف الجاي. ونقل التقارير الصحافه التركيه في الفتره الماضيه ان تريزيجيه ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف اتحاد جده واهلي جده السعودي، وشارك الدوري المصري في الموسم الحالي مع طرابزون في 41 مباراه، سجل خلالهم 13 هدف وصنع 10 اهداف بجميع المباريات. ارقامه حلوه قوي صراحه، يعني سواء البطولات المحليه او الاوروبيه، يعني ارقام هايله بصراحه. حسب معلوماتي كمان ان تريزيجيه عنده عروض كتيره مش بس من السعوديه، لا ده في عروض اوروبيه كمان، وعنده فرصه كبيره يقدر يفكر فيها غير البقاء في طرابزون سبورت. تريزيجيه من اللعيبه على فكره اللي شعبيتها كبيره جدا في كل الانديه اللي لعبت لها، لانه بيقدم موسم قوي، والمواسم اللي قضاها في كل الانديه مواسم قويه جدا في كل حته لعب فيها. فالحقيقه يعني ان هو نتمنى له التوفيق كابن من ابناء النادي الاهلي. لما اسم تريزيجيه طرح في السعوديه مع الاسماء الكبيره اللي جايه من اوروبا دي، ده مش حاجه عاديه بالمناسبه. يعني تريزيجيه والمحترفين بتوعنا بشكل قوي جدا، والتريزيجيه في الماتش اللي فات كمان في منتخب هو اللي سجل الهدف وهو اللي صنع هدف، ودي دور في كل على فكره الماتشات اللي شارك فيها مع منتخب مصر بالمناسبه، من المؤثرين جدا في منتخب مصر وفي الانديه اللي بيلعب بيها كلها. تريزيجيه كمان بالمناسبه لو جينا نشوف احصائياته في كل الانديه اللي لعب فيها هتلاقي ارقام كويسه قوي، مش بس في طرابزون، لا ده هو في بلجيكا وفي استون فيلا. خلي بالك هو كان مش محظوظ، ده قعد استون فيلا في البريمير ليج، عمل ماتش ضد ليفربول قوي جدا ووصلهم لنهائي الكاس، عمل ماتش ضد ارسنال قوي جدا ومسجل في فرق كبيره جدا في الدوري الانجليزي. هو ما كانش محظوظ باصابته بالصليبي للاسف، لكنه احد النجوم اللي كان ممكن يستمر لولا اصابه الرباط الصليبي في فريق زي استون فيلا، ده قعدهم في الدوري الممتاز. يعني هو ما كانش محظوظ معاهم في الاصابه، لكنه اضافه وبصمه ما ينساهاش جمهور استون فيلا. تريزيجيه من الناس كمان اللي شخص هادي يحبه اي مدرب، ملوش مشاكل، ملوش انفعالات حتى في الملعب، راجل بيلعب كوره بس، وعنده كاركتر كده اللي هو ايه، انا راجل جاي هنا العب كوره، مش بتاع شو، مش بتاع استعراض، مش بتاع الكلام ده، انا استعراضي في الملعب. وده نوعيه اللعيبه اللي الجمهور بتحترمها وبتقدرها دايما يعني. فبالتالي لا، تريزيجيه في اي بلد هيروحها او في اي مكان هو اضافه قويه. لما السعوديه تفكر فيه في وسط المحترفين الاوروبيين الكتير دول، لا يبقى انت راجل اي مدرب بيفهم، يعني عارف ان انت ليك دور كبير وليك بصمه كبيره جدا، ومش مجرد اسم وجاي، لا ده انت راجل جاي تلعب كويس تضيف للفرقه كمان. فبالتالي تريزيجيه من المحترفين اللي الحقيقه يعني الواحد يتشرف بيهم، وهو احد ابناء النادي الاهلي. فبالتالي احنا فخورين بتريزيجيه ونتمنى له كل التوفيق في المرحله اللي جايه، سواء مع طرابزون او راح اي حته في اوروبا او في الدوري السعودي، نتمنى له التوفيق طبعا. يعني نرجع لماتش حرس الحدود. احنا النهارده عندنا مدير فني هيلعب بتشكيله الاساسي عادي خالص، هيلعب بالطريقه اللي بيلعب بيها عشان يكسب. طبعا هو محقق في الدوري ده الفرقه الوحيده اللي ما خسرتش، ومحافظ على الصداره رغم ان هو ما لعبش كل ماتشاته، ده عنده مؤجلات كتير جدا. تعال نروح لزميلنا فاروق صلاح من مقر اقامه النادي الاهلي. فاروق مساء الخير. سامعني يا فاروق؟ فاروق سامعني يا جماعه؟ هنحاول نجيبه تاني، نحاول نجيبه تاني. يعني المباراه دي زي ما بقول لحضراتكم دي الرجوع للمنافسه على الدوري اللي احنا اصلا ما خسرناش فيه ولا ماتش. فبالتالي المدير الفني مستر مارسيل كولر كل تركيزه في المباراه دي انه يظهر بنفس الشكل اللي كان بيظهر بيه قبل ما يحصل توقف او قبل المؤجلات والكلام ده كله. احنا فرقه شرسه جدا في الدوري كعاده النادي الاهلي، يعني فرقه عامله سكورات كتير السنه دي، محققين يعني مش مكسبنا مش 1-0 و2-0، لا احنا حققنا ثلاثات كتير، حققنا سكور عالي كتير. لا الحقيقه ان احنا فرقه في الدوري ماشيه بخطه ثابته كويسه، عندنا هدف هو الهدف الاساسي بتاع النادي الاهلي في كل البطولات انه يكون محافظ على المركز الاول. رجع لنا فاروق تاني. فاروق زميلنا طبعا المتالق فاروق صلاح،
برحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبعدما انتهى الفارس الاحمر والنادي الاهلي من اقتناص الاميره السمراء يعود مجددا الى الاجواء الدوري المصري المحلي، ومهمه استعاده درع الدوري الغائب عن قلعه الجزيره في الموسمين الماضيين. رحمن، طبعا احنا موجودين هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق حرس الحدود في المباراه المؤجله ضمن يعني المباراه المؤجله للنادي الاهلي من الجوله 16. عايز اقول لك عبد الرحمن، هنا الاجواء واحنا موجودين داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي، خلاص الفريق نسي التتويج بالبطوله الافريقيه، وده كان محور كلام المستر مارسيل كولر المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين، ان مباراه اليوم هي مباراه صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، وان لم يكن هي واحده من اهم المباريات الصعبه جدا للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه، لانها المباراه اللي يعني اللي هي المباراه الفاصله ما بين خلاص ان انا بقفل الملف المحلي والاجواء الافريقيه وبرجع مره ثانيه ان انا استعيد اجواء الدوري المصري. كابتن سيد عبد الحفيظ اكد على هذا الامر في كلامه، يعني كان ليه حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا، وهي المباراه اللي هتفصل ما بين البطوله الافريقيه واجواء الاحتفال بالبطوله الافريقيه والعوده من جديد الى الدوري المصري. مستر مارسيل كولر يا عبد الرحمن، طبعا كلامه مع اللاعبين ويعني الامور النفسيه، وانت عارف تحضيره بيبقى لهذه المباراه ازاي واهميه هذه المباراه، وطلب من اللاعبين في المحاضره الفنيه اللي عقدها مع اللاعبين بالامس قبل انطلاق المران عدم النظر الى موقع فريق حرس الحدود في جدول الدوري، وقال ان الفريق ليس لديه ما يبكي عليه او اللي هو يلعب عشانه، فبالتالي المباراه تبقى صعبه جدا، مباراه مهمه جدا يا عبد الرحمن ومباراه صعبه جدا، يزيد من صعوبتها ان هي خلاص زي ما قلنا انت داخل في مرحله حسم بطوله الدوري المصري الممتاز، كل التركيز مطلوب من اللعيبه للنادي الاهلي، كان بيغيب عنك خلال الفتره الماضيه اكثر من 14 لاعب ما بين لعيبه مع المنتخب المصري الاساسيين وايضا لعيبه اللي بتكلم على بيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا، اليو ديانج مع المنتخب مالي، علي معلول وكريستو مع منتخب تونس، الى جانب طبعا التسع اللاعبين اللي كانوا موجودين مع المنتخب المصري واحمد قندوسي اللي مع المنتخب الجزائري. فتره التدريب اللي حصل عليها اللعيبه الدوليين عقب عودتهم تكلم على مدار يومين فقط، قدر مستر مارسيل كولر في تحضيره واستعداده لهذه المباراه عبد الرحمن انه يحضر اللاعبين من الناحيه النفسيه، واكد على اللاعبين ضروره واهميه هذه المباراه. انا موجود طبعا معاك يا عبد الرحمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. طبعا صلاح زميلنا المكوك، يعني انا متعود منك على دايما التغطيه المعتاده بتاعتك، يعني ما شاء الله عليك. طيب انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا احنا كنا بنتكلم فيها برضو، ان الناس خلاص نسيت الاحتفالات ونسيت، وانا شايف اللعيبه حتى في الفيديو اللي جالنا مركزين كلهم وحاجه يعني، لكن انت اتكلمت، انا شايفك كنت بتتكلم مع مترجم مستر مارسيل كولر وحاسس ان هو كان بيقول لك حاجه مهمه، تقدر تقولها لي معلش عشان انا عندي فضول اعرف انت كان بيقول لك ايه الراجل ده؟ يعني خليني اقول لك بدايه ان عبد الرحمن اكد على نقطه مهمه جدا، وانت قلت الجماهير او يعني احتفالاتنا بالبطوله الافريقيه اللي انتهت، ولكن يعني الجماهير نشوه الانتصار والاحتفال بالبطوله الافريقيه بنقفل صفحتها، وده الامر المهم جدا، ولكن يعني مستر مارسيل كولر في كلامه او يعني كنت مع الدكتور خالد الجوادي، يعني انت شفت المشهد، واحنا يعني قبل ما اتوقف مع مستر مارسيل كولر واتكلم معاه في بعض الامور، مستر مارسيل كولر عبد الرحمن بعد مباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر وفوز الاهلي بكاس مصر كنت بسجل معاه وقلت له احنا منتظرين منك البطوله الافريقيه، فقال لي نقطه مهمه جدا، قال لي انا عارف قدر طموحات واحلام جمهور النادي الاهلي، فالنهارده كنت بفكره بهذا الامر، قال لي نقطه مهمه جدا، قال لي جمهور النادي الاهلي دلوقتي عارف الطلب الاهم ليهم انهم بيطالبوني بكاس العالم للانديه، حلم وامنيات الجماهير بتبقى امر مهم جدا، لكن محتاجين شغل كتير جدا على ارض الواقع، كنت طبعا بنتكلم مع الدكتور خالد بفكره بهذا الامر، ويعني المستر مارسيل الكولر انضم لنا في الكلام، قال الجماهير بتطالبني بكاس العالم للانديه، وانا عارف طموحات جماهير النادي الاهلي هي بتبقى امنيات، لكن احنا محتاجين شغل كتير داخل ارض الملعب وخارج الملعب كلها امور، لكن عندنا العقليه اللي اتكلم على نقطه مهمه جدا، عقليه جمهور النادي الاهلي وعقليه اللاعبين، وقال ان عقليه الجمهور مهمه جدا انها بتدي حافز جديد للعيبه كل يوم، في عندي دافع انا بخلص بطوله افريقيا بكلم اللعيبه ان انا عشان استعد لي الدوري، في ناس بتتكلم في البطوله ال 12 كمان اللي الجماهير بتطالبني فيها في كل مكان هي كاس العالم الانديه، ده في ناس بدات تتكلم في البطوله ال 12 عايزين ال 12 من دلوقتي كمان، يعني الجماهير طموحها ان خلاص احنا خلصنا البطوله ال 11 نفس طموح فرقتنا، يلا بينا على ال 12 بقى احنا بنركز في ال 12.
بالظبط يا عبد الرحمن، وده النقطه المهمه جدا اللي مستر مارسيل كولر لمسها. قال الطموحات والاحلام بتاعت الجمهور، جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بالبطولات. قال انا لما يعني كنت اسمع عن النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي، لكن لما جيت قربت او كنت موجود في ارض الواقع، الشغف اللي عند الجمهور ده مهم جدا. الشغف بحاول انقل الشغف اللي عند الجمهور للعيبه. وقال نقطه مهمه جدا يا عبد الرحمن، قال لي الشغف اللي عند الجمهور والحماس اللي عند الجمهور بيساعدني كتير جدا ان انا اوصل امور كتير جدا للاعبين، ان انا بفكر اللاعبين بأسرهم، بفكر اللاعبين بالجمهور. حاولوا ان انتوا تسعدوا الجمهور ده، حاولوا ان انتوا تعملوا كل حاجه عشان تسعدوا الجمهور ده، لاني انا بعمل كل حاجه وجاي النادي الاهلي علشان اسعد جمهور النادي الاهلي. وده كان الوعد اللي انا قطعته على نفسي لما قعدت مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، ان انا مش هدخر اي مجهود ولا ان انا يعني هاخر في اي مجهود، ان انا اسعد الجمهور ده واحقق طموحات وتطلعات جمهور النادي الاهلي، لاني عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي. عشان كده عبد الرحمن انا باكد لك على صعوبه هذه المواجهه، واكد هذا الامر مستر مارسيل كولر. قال انا كل مباراه عندي انا مطالب مني من الانتصار. قال يعني انا لسه واخد بطوله افريقيا، لو لا قدر الله حصل اي حاجه النهارده تعادل او لا قدر الله لازم الجماهير هتنسى بطوله افريقيا وهتتكلم على مباراه اليوم. فمهم جدا انك تكون واصل لك جمهور او شغف جمهور للنادي الاهلي. عايز اكد لك ايضا عبد الرحمن على الحاله الفنيه اللي الواحد شايف فيها اللعيبه، مش دي اللعيبه اللي يعني تقدر تقول مش ده الفريق اللي لسه يعني واخد بطوله افريقيا للمره ال 11 والجماهير بتطالبوا بالبطوله ال 12. لا، الجماهير اللعيبه النهارده مركزه تماما، عارفين اهميه هذه المباراه، عارفين فريق حرس الحدود ما عندوش حاجه يبكي عليها، وبالتالي هيكون يعني النهارده متحفز امام النادي الاهلي. وبمناسبه ان احنا بنتكلم يا عبد الرحمن على فريق حرس الحدود، خليني اقول لك برده من خلال مصادرنا يعني علمنا ان فريق حرس الحدود هيقيم ممر شرفي لفريق النادي الاهلي احتفالا واحتفاء بفريق النادي الاهلي المتوج على عرش الاميره السمراء، في لفته طيبه طبعا جدا من مسؤولي نادي حرس الحدود، وان احنا نقرم او يكون المشهد في تكريم النادي الاهلي لدى وصوله او دخوله الى ارض الملعب. ايضا يا عبد الرحمن مباراه مهمه جدا، واحنا بنتكلم على صعوبتها لكن فيها امر مهم جدا بيدينا مزيد من السعاده، انها تبقى اول لقاء ما بين فريق النادي الاهلي وجمهوره يعني بعد التتويج بالاميره السمراء، ودي اول مباراه يكون فيها جمهور النادي الاهلي بعد التتويج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه. اعتقد مشهد بيبقى كلنا متشوقين نشوف هذا المشهد وكيفيه استقبال ابطال النادي الاهلي. مباراه مهمه، لكن ان شاء الله عبد الرحمن كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله اللي هيكونوا قادرين على تحقيق الانتصار في هذه المواجهه باذن الله. باذن الله. فاروق، طب قول لي انتوا هتتحركوا من الاوتيل الساعه كام ان شاء الله؟ الاوتوبيس بتاع الفريق هيتحرك الساعه كام؟ وقول لي برضو الامور الاداريه اللي بترتبوا لها عشان خاطر تتحركوا مع الفريق. يعني يا عبد الرحمن لو هنتكلم بقى على كواليس اليوم اللي هو اليوم الاعتيادي لفريق النادي الاهلي، اللي يعني برضه قربك وقرب جمهور النادي الاهلي من كواليس اليوم النهارده بالنسبه للفريق. طبعا الفريق بعد ما ادى بالامس مران وتدريبه الاخير على ملعب مختار التتش، توجه الفريق طبعا للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10:30 صباحا، ثم كان في فقره التدريب، ودي امر معتاد متعودين عليه مع مستر مارسيل كولر، بيبقى في تدريب خفيف كده بعد الافطار بساعه او ساعه ونص بيبقى للاعبين كده في يوم المباراه، بيستمر لمده 15 او 20 دقيقه. ثم طبعا كان في الجلسات ما بين اللاعبين، الجلسات الثنائيه، وجبه الغداء، تناول اللاعبون وجبه الغداء في تمام الساعه 6:00، المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر عبد الرحمن هتكون في تمام الساعه 7:00، ثم عقب انتهاء المحاضره هيكون التوجه الى ملعب الكليه الحربيه اللي هيستضيف احداث اللقاء، اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 15 دقيقه. ان شاء الله يكون وصول النادي الاهلي لملعب المباراه، ويكون يعني ان شاء الله مباراه مهمه جدا، يكون لعيبه النادي الاهلي في كامل التركيز النهارده ان احنا نحقق 3 نقاط مهمه جدا. عايز اذكرك ايضا ان طاقم تحكيم لهذه المباراه، طبعا لجنه الحكام اختارت طاقم تحكيم بقياده امين عمر حكم الساحه، بيعاونوا احمد عبد الغني ورمضان هنداوي، محمد ابراهيم دسوقي الحكم الرابع، 2 على تقنيه الفار مصطفى الشودي وهيثم الشريف. اتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم، يدي النادي الاهلي حقه ويدي فريق حرس الحدود حقه، ولكن طبعا نتمنى كل التوفيق لفريقنا العظيم فريق النادي الاهلي. شكرا يا فاروق، كالعاده يعني تغطيه شامله وتغطيه فيها كل اللي جمهور الاهلي عايز يعرفه عن الفرقه. مكوك، انا مسميك المكوك دايما يعني. شكرا ليك فاروق، وشكرا لكرو قناه النادي الاهلي كلهم اللي متواجدين مع فرقه النادي الاهلي. ماتش مهم زي ما قلت لحضراتكم، والناس واخداه جد جدا، لانه ماتش في الدوري المصري اللي احنا بقى لنا سنتين ما خدناهوش،
فبالتالي نقطة من أول السطر وبنبدأ منافسة على الدوري كأننا لسه ما خدناش البطولة، وإحنا فعلا أوريدي لسه ما خدناش البطولة ولسه بدري، لسه عندنا ماتشات مؤجلة لازم نكسب ولازم نحافظ على إن إحنا نخلص الدوري بدري عشان تبدأ بقى تفكر في البطولة اللي بعد كده كالعادة. نروح بقى للأخبار العالمية. برشلونة هنروح بس يعني قبل ما نروح للأخبار العالمية نطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نروح للأخبار العالمية. خبر هو غريب في مضمونه لكنه بعيد عن اللي هيجي في خيالك. برشلونة تلقى عرض للمنافسة في الدوري القطري، لكن مش فريق برشلونة اللي في أسبانيا هيروح ينافس في الدوري القطري طبعا، لا. التقارير الصحفية اليوم النهاردة كانت بتقول إن برشلونة قد يجد حلا لأزمته المالية في الوطن العربي وتحديدا في قطر. وبحسب صاحبة الموندو ديبورتيفو الأسبانية فإن برشلونة تلقى عرض قطري من أجل إنشاء فريق تابع له يشارك في الدوري القطري على أن يحصل البرشا على أرباح من تلك الصفقة. وأضافت صحيفة الموندو ديبورتيفو الأمر مشابه لما يفعله مانشستر سيتي حيث يستحوذ ملاك من نادي مانشستر سيتي على نادي نيويورك سيتي الأمريكي أيضا. طبعا في بيزنس كرة القدم دلوقتي كل شيء متاح. أنت هم عندهم أزمة مالية بيحاولوا يحلوها، على فكرة برشلونة بيع حقوقها ل 25 سنة قدام عشان خاطر تعمل مشروع برشلونة اللي احنا بدأنا فيه من أول تشافي مثلا. فدلوقتي البيزنس وصل ان هو ممكن يوافق ان هو يبقى عنده فريق في الدوري القطري يجيب له عوائد، هيجيب له عوائد بأشكال مختلفة يعني. فبالتالي خلاص في استثمار الرياضة أو في استثمار كرة القدم كل شيء ممكن يجيب فلوس، سواء ان انت تعمل نادي في مكان في الوطن العربي أو ان انت تعمل نادي في أمريكا أو ان انت تدور على سبل ان انت توجد بيها حلول مالية عشان تدعم فرقتك. فكل شيء بقى وارد وكل شيء بقى متاح، وخلاص انت الوطن العربي دلوقتي بقى سواء في قطر او في السعوديه بقى مستقطب لكل الاسماء العالميه سواء لانديه او لاسماء لاعبين كمان. هنشوف برشلونه، يعني برشلونه على فكره بدا يخرج من ازمته الماليه بشكل معقول، ولكن لسه قدامه كتير لان هو بايع حقوق 25 سنه قدام، بايع جزء من حقوق 25 سنه قدام. تعالوا نروح للخبر اللي بعد كده. مدرب اسبانيا ردا على الاهانات، انا اصلع وسعيد. ده لويس دي ليفنتي المدير الفني لمنتخب اسبانيا ابدى استياءه من الهتافات المسيئه اللي تعرض لها خلال الاحتفال بالتتويج بلقب دوري الامم الاوروبيه. طبعا تلقى جافي لاعب برشلونه هتافات وصيحات مهينه جدا من قطاع من الجماهير الحاضره، وايضا المدرب دي ليفنتي اللي قال تم الهتاف ضده بالصلعه. يعني انا اول مره شفت تنمر من النوع ده. وعلى دي ليفنتي خلال علق طبعا دي ليفنتي خلال المؤتمر الصحفي قال تصريحات كده نقلتها صحيفة مونتي ديبورتيفو الإسبانية، لم أسمع جيدا ما حدث لكن هذه الأشياء تزعجني، وكذلك السلوك الفظ وعدم الاحترام. وأضاف لقد كان هناك 20 مجنون أزعجوهم وأزعجوا أنفسهم، وحيث ذلك ويحدث ذلك دائما في الأماكن إذ يتواجد بعض المزعجين والبقية صامتون. وأوضح ما الذي كان سيحدث لو سرق أحدهم أسود اللون يعني. وأتم أنا أصلع وسعيد ولكن يجب توعية الناس بالإحترام. إحنا طول عمرنا بنسمع عن العنصرية ضد اللون وضد العرب مثلا أو ضد ديانة معينة، لكن عنصرية ضد الصلع دي جديدة جدا بالنسبة لي. والله مدرب أسبانيا رده كان قوي وجميل ودمه كان خفيف لما قالك أنا أصلع بس مبسوط وبطل دوري الأمم الأوروبية. هي فكرة جديدة من التنمر يعني، أو ما أعرفش هي تنمر ولا عنصرية بصراحة يعني. أنا ما شفتش عنصرية من نوع الصلع ده يعني، لكن موضوع التنمر ده على فكرة يعني هم بدأوا يتنمروا في حاجات ما كانش الواحد يتخيل ان دماغهم تجيبها. هم اوروبيين في قلب بعض بقى، فممكن ده مش اسود يبقى اصلع، اي هتافات او اي حاجه تزعج الناس وخلاص. لكن الراجل في الاخر بيحتفل بدوري الامم الاوروبيه وما ما فرقش معاه يعني. نروح بقى لديماريا. يوفنتوس يودع ديماريا رسميا. اعلن نادي يوفنتوس صباح اليوم الخميس رحيل الارجنتيني انخيل ديماريا بعد موسم واحد فقط من الانضمام للسيد العجوز. ودع يوفنتوس ديماريا في بيان عبر موقعه الرسمي للنادي، حيث اكد يوفي انفصاله عن الساحل الأرجنتيني، وكتب يوفنتوس عبر الحساب الرسمي في تويتر شكرا لك ديماريا ونتمنى لك الأفضل، ثم نشر في تغريدة لاحقا أهم لقطات النجم الأرجنتيني مع الفريق خلال الموسم الماضي. طبعا كان ديماريا انضم لليوفنتوس في صيف 2022 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان. الكلام دلوقتي انه يروح السعودية او البنفيكا البرتغالي، بيقولوا بنفيكا البرتغالي الأقرب يعني، لكن الدوري السعودي ممكن يعمل الدوري في السعودية دلوقتي ممكن يبقى حد
هو الراجل دي ماريا اسم كبير طبعا، بنفيكا البرتغالي محتاجه وفي عرض قوي من بنفيكا البرتغالي، لكن اظن لو دخلت السعوديه في دي ماريا هيروح يعني، بس لحد دلوقتي بنفيكا الاقرب يعني. نروح بقى لرئيس جيروميو، حاله خطيره لسواريز ومحتمل انه يلجا للاطراف الصناعيه. قال رئيس نادي جيروميو البرازيلي البرتو جيرا ان المهاجم المخضرم الارجواني لويس سواريز الذي يعاني من اصابه خطيره في ركبته اليمنى قد وصل الى الحد الاقصى، معبرا عن قلقه بشان مسيرته في الملاعب. وقال جيرا خلال حديثه الاعلامي في ملعب جيرمو ان المشكله خطيره، مضيفا بشان ان المهاجم البالغ من عمر 37 عام الذي يدافع عن الوان النادي منذ يناير الماضي تلقى الكثير من الحقن وتناول الكثير من الادويه ولقد وصل الى الحد الاقصى. الان اين هو هذا الحد؟ حقا لا نعرف. في المقابل افادت وسائل اعلاميه البرازيليه الثلاثاء ان مهاجم ليفربول الانجليزي وبرشلونه الاسباني السابق يعزم اعلان اعتزاله قريبا بسبب الام في الركبه اليمنى والتي تزداد سوءا، علما بانه خضع للعديد من العمليات الجراحيه، كما شارك جيرا من دون منح المزيد من التفاصيل الى ان سواريز يفكر في تركيب طرف صناعي. خبر صادم ووحش، ونتمنى ان ما يكونش يعني الموضوع واصل لحد الاطراف الصناعيه دي، لكن تراكم الاصابات يعمل كده. حصلت على فكره مع باتيستوتا قبل كده بعد اعتزاله، تراكم الاصابات وان هو بيعاني ان هو يلعب وهو مصاب، الحاجات دي كلها بتؤدي في الاخر ان يحصل مشكله بالشكل ده. نتمنى ان اللعيبه يبقى عندها وعي بعد كده في حالات الاصابات ان هم ما يجازفوش وما يستعجلوش الرجوع، الحاجات دي بقت خطر جدا دلوقتي. تعالوا نشوف الخبر لذيذ قوي، اعاده ترميم غرفه بيلي في مونديال 1970. الغرفه اللي كان فيها بيلي في كاس العالم في المكسيك، اسطوره كره القدم البرازيليه بيلي طبعا في مونديال 1970 بالمكسيك، خضعت للترميم حتى يتمكن عشاق الصحيره المستديره من زيارتها. المؤسسه الاجتماعيه اللي عملت كده قالت ايه بقى؟ قالت اردنا تكريم هذا اللاعب العظيم من خلال اعاده تاهيل الغرفه التي كان يشغلها منذ 53 عام لتعود تماما لما كانت عليه خلال الفتره التي استخدمت فيها يعني. واضاف رئيس المؤسسه هذا التكريم مفتوح للجمهور مجانا. وقاد بيلي الذي توفي في 29 ديسمبر السنه الماضيه 22 منتخب البرازيل للفوز بكاس العالم 1970 عقب الفوز على ايطاليا بنتيجه 4-1. طبعا كلنا عارفين بيلي ازاي مؤثر لحد دلوقتي حتى في وفاته، وازاي الراجل ده بقيمته هو الجوهره السوداء طبعا او الجوهره السمراء زي ما بيسموه، لكنه الناس بتحب تكرمه بشكل. قبل كده كنا عرضنا هنا في 7 داي سبورت ان هو تم انشاء كلمه في قاموس اللغه البرتغاليه باسمه، باسم بيلي، الحاجه العظيمه قوي دلوقتي عايزين يقولوا عليها بيلي. فالتكريم هناك واصل لمستوى انا حابه قوي قوي، واتمنى ان احنا نشوف الناس بتكرم الاساطير بتوعها ازاي ونطبق ده في وطننا العربي في يوم من الايام يعني. هنروح بعد كده للاتحاد الاوروبي اللي بيعاقب جوزيه مورينيو وبيعاقب فريق روما، وده كان شيء متوقع بعد اللي شفناه في النهائي يعني. قررت لجنه التاديب في الاتحاد الاوروبي معاقبه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بالايقاف لمده 4 مباريات بسبب اهانته حكم المباراه في نهائي الدوري الاوروبي. وانتهت المباراه بتتويج نادي اشبيليه الاسباني بلقب الدوري الاوروبي على حساب روما الايطالي، وبعد مباراه مشدوده جدا مشدوده الاعصاب انتهت باللجوء الى ركلات الترجيح لتحديد هويه الفائز. انتشرت مواقع او انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من ساحه انتظار السيارات في ملعب بوشكاش ارينا، اظهر توجه مورينيو بكلمات ناديه للحكم الانجليزي انطونيو تايلور وصفه بالعار. وقال بيان اليوفا عوقب روما بغرامه 50,000 يورو وحظر بيع، بص بقى العقوبه دي، حظر بيع تذاكر لمشجعي المباراه خارج الارض، وذلك لاشعال الالعاب الناريه والقاء الاشياء والتسبب في اضرار اثناء المباراه. وتبع البيان وتم فرض غرامه اخرى على روما قدرها 5,000 يورو بسبب سوء سلوك لاعبي الفريق، وتم ايضا على روما ان يتواصل مع الاتحاد المجري في غضون 30 يوما لاصلاح ما تم اتلافه من مشجعي فريق روما الايطالي. حاجه يعني حتى في اوروبا هو بيبقى فيه شغب وبيبقى فيه عقوبات وبيبقى فيه كل حاجه، لكن العقوبه ما بتفرقش. مورينيو بقى، روما، ايا كان قيمه الفريق، العقوبه هناك ما بتفرقش. والحقيقه قرارات صارمه وحقيقيه وطبعا صح 100% يعني، طالما حد فيه شغب وفيه غلط وفيه الحاجات دي لازم يتم العقوبه. هنروح للخبر اللي بعد كده، رسميا ريال مدريد يجدد او يمدد عقد نجمه
كروس. اعلن نادي ريال مدريد اليوم او امس الاربعاء تمديد عقد الالماني توني كروس لاعب وسط الفريق حتى 30 يونيو 2024. وقال النادي في بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي: اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب ليظل مرتبط بنادي ريال مدريد حتى عام 2024. وانضم كروس لريال مدريد طبعا من صيف 2014 قادما من صفوف بايرن ميونخ، وهو اكثر لاعب الماني ارتدى قميص ريال مدريد برصيد 417 مباراه طبعا. واصبح واحد كمان من اساطير ريال مدريد بالمناسبه، واصبح واحد من اللي خد التشامبيونز ليج كتير مع ريال مدريد. يعني هو عمل تاريخ كبير في ريال مدريد، واظن السنه دي ممكن تكون الاخيره لكروس. الله اعلم، يعني هم الناس بتكرم اساطيرها برضو. تعالوا بقى نروح لخبر ما بقاش غريب: النصر يتفق مع هداف الدوري اليوناني. اتفق نادي النصر الاماراتي مع المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو لاعب اولمبياكوس اليوناني هداف الدوري اليوناني على الانضمام بعقد مدته موسمين. وظهر باكامبو البالغ من العمر 32 عام لاول مره مع سوشو عام 2010، ولعب 107 مباراه رسميه على مدار خمس مواسم وسجل 21 هدف، ده حتى عام 2014. وعلى الصعيد الدولي بقى، ولد باكامبو في فرنسا ومثلها طبعا دوليا على مستوى الشباب تحت 20 سنه، وسجل اهداف في 38 مباراه، وفاز ببطوله اوروبا بالمناسبه كمان للشباب عام 2010 تحت 19 سنه، ثم عاد عام 2015 وظهر مره اخرى مع منتخب جمهوريه الكونغو. ده بيحصل كتير على فكره بالمناسبه في لعيبه افريقيه مواليد اوروبا. وعلى فكره مثلا في اثنين اخوات، واحد منهم في منتخب المانيا، واحد كان في منتخب غانا طبعا، بواتينج لو تفتكروا، وكيفن برنس بواتينج، واخوه كان واحد في منتخب المانيا وواحد تاني في منتخب السنغال. دي كانت واقعه مشهوره يعني، غانا، شوف غانا صح طبعا، دي كانت واقعه مشهوره. فده عادي وبيحصل في اوروبا كلها. نروح بقى للسعوديه اللي بتطلق برنامج لاستدامه الكره النسائيه. اطلق الاتحاد السعودي لكره القدم اليوم الاربعاء برنامج دعم وتطوير الفرق النسائيه، واللي هيهدف الى استدامه منظومه كره القدم النسائيه في المملكه. وذكر الاتحاد السعودي عبر موقعه بانه رصد ميدانيه ضخمه لبرنامج دعم الفرق النسائيه وتبلغ 49 مليون 920 الف ريال، ولكن ستوزع حسب تطبيق الفرق لمعايير البرنامج. وقسم البرنامج إلى عدة أنواع، الدعم إلى ثلاث أنواع، وهي دعم مباشر غير مشروط، ودعم مشروط بمعايير إلزامية، وطبعا ده دي معايير إلزامية يعني، ودعم مشروط بمعايير اختيارية. وفي معايير الدعم الإلزامية دي تشرط على الفرق النسائية خمس شروط: أولها إنشاء خطة استراتيجية، وإعادة هيكلة تنظيم وتعيين فريق فني وإداري، وتعيين مدربة سعودية ضمن الجهاز الفني. دي ناس عايزة تطور فعلا يعني، عايزين يحطوا كمان كوادر شابة، وإنشاء فرق للناشئين تحت 17 سنة مع تحقيق الاستدامة المالية والحكومية. شروط مهمة جدا جدا جدا، الحوكمة طبعا، المالية والحوكمة. دي الاستدامة دي أهم حاجة، ما ينفعش تبدأ وتصرف عليه وبعدين تصرف عليه طول الوقت، لا ده غلط طبعا. يعني لازم يبقى في فترة معينة بعدين يبقى بتتربح من النشاط ده، وبالتالي لازم يكون في استراتيجيات بعيدة المدى، ولازم يكون في تطوير، كل ده بيتحط في الحسبان. وعشان تصنع كوادر كمان، حطت واحدة من المملكة العربية السعودية تبقى في الجهاز الفني، فيبقى بعد كده عندك كوادر للاستمرارية. نتمنى ان احنا كمان في مصر يعني تطبق الاستراتيجية دي في مصر، في الكرة النسائية في اتحاد الكرة المصري، ويكون بيفكر بتطويرها بالشكل ده بالمناسبة. يعني ده شيء مهم جدا. تعالوا بقى نروح للذكاء الاصطناعي اللي بيهدد مستقبل حكام الخط في لعبة التنس. كلنا شفنا الذكاء الاصطناعي بيعمل ايه الفترة اللي فاتت، لكن يبدو ان مستقبل حكام الخط في بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الاربعة الكبرى بالتنس في خطر مع وصول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، رغم ان المسؤولين بيؤكدوا انهم بامان. قالوا في الوقت الراهن: أعلن نادي عموم إنجلترا وشركة ABM العملاقة للتكنولوجيا مميزات جديدة للذكاء الاصطناعي ستعتمد في البطولة التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل، وستوفر ميزة استخدام تقنية ذكاء اصطناعي. دي طبعا حاجة غريبة، هتعمل صوت، هتعمل تعليق صوتي ومقاطع فيديو، وتظهر أبرز لحظات المباراة على الموقع الرسمي، وتطبيق خاص بويمبلدون تستخدمه ميزه تحليل القرعه كمان. انت متخيل الذكاء الاصطناعي لتحديد مسار كل لاعب ولاعبه الى النهائي في المنافسات الفرديه. دي حاجه الذكاء الاصطناعي بقى يخوف يا جماعه، بقى شيء مرعب، سواء على مستوى الرياضه، ده على كل حاجه، على مستوى كل حاجه، لكن في الرياضه
هيتدخل في الفار اظن بعد كده، وهيتدخل في حاجات كتير جدا 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 في خطوط خط المرمى، يعني في حاجات كتير جدا راحة لفكرة الذكاء الاصطناعي كتير. احنا شفنا شكل مرعب للذكاء الاصطناعي الفترة اللي فاتت، سواء بشكل فني او بشكل الفيديوهات اللي مش حقيقية اللي بتتعمل. شفنا مذيعة بالذكاء الاصطناعي بالمناسبة، وكانت بتقدم نشرة على احد القنوات العربية كمان بالمناسبة يعني. فبالتالي الذكاء الاصطناعي رايح في سكة تخوف في كل المجالات. في شغلانات دلوقتي كلها معتمدة على الذكاء الاصطناعي، اظن الديزاينرز كلهم دلوقتي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي. انت بتقول له انت عايز ايه وهو يطلعه لك. فبالتالي الرياضه راحه في سكه الذكاء الاصطناعي بشكل غريب يعني. وطبعا الذكاء الاصطناعي ليه قيود، ولكن في الفتره اللي جايه هنشوف استخدامه هيتم ازاي. طبعا نتمنى بقى ان احنا دلوقتي في ماتش حرس الحدود، عايز ادخلكم في مود الماتش تاني. ماتش حرس الحدود ماتش مهم، نتمنى التوفيق لفريق الاهلي في ماتش حرس الحدود، ونتمنى ان احنا نفوز بلقاء مهم يعني هيحطك تاني بقى، يرجعك لمود الدوري ولمود المنافسه على الدوري بعد المنافسات في بطوله افريقيا والكلام ده كله. فنتمنى التوفيق للاعبينا، ونتمنى التوفيق لجهازنا الفني. كلنا ثقه في مستر مارسيل كولر والجهاز الفني بالكامل، وفي لاعبينا كمان اللي هنشوف ماتش قوي منهم، انا متاكد من ده، وهنشوف اداء قوي للفرقه قدام فريق على فكره ما عندوش ما يبكي عليه. فرقه حرس الحدود نازله وهي مش فارق معاها، فبالتالي ده درجه للصعوبه في الماتش، ودرجة قوية كمان من الصعوبة في الماتش. فإحنا كمان تحديداً الماتش اللي بعد بطولة ده بيبقى أهميته كمان، زي ما فاروق زميلنا قال لنا، وجود جمهور عايز يحتفل، وإحنا خلاص وقفنا احتفال. حتى الجمهور على السوشيال ميديا دلوقتي بيفكر في الدوري، بيفكر في البطولات اللي جاية، بيفكر في كل حاجة. فبالتالي درجة الصعوبة في الماتش ده بتزيد. واللعيبة أنا شايف طبعاً منظر اللعيبة وهم داخلين وفي الأوتيل وفي الكلام ده كله مركزين جداً جداً جداً. وبالتالي أنت عندك فرصة الرجوع للدوري بشكل قوي، انت تقريبا اول الدوري، المؤجلات بتاعتك ممكن تديك الدوري، فبالتالي احنا عايزين نخلص الدوري بدري. فكل ماتش ليه حساباته، كل ماتش تاخده خطوة بخطوة، ماتش بماتش، لحد ما ان شاء الله نخلص الدوري في اسرع وقت ممكن. وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي، ونتمنى كمان التوفيق النهاردة في ماتش حرس الحدود للاعبينا. هنشوف بقى اللعيبة بعد ما رجعوا المنتخب، اتمنى ان لعيبة المنتخب كمان النهاردة يعني يحافظوا على نفسهم شويه، دول ما لحقوش يريحوا قوي. الى هنا تنتهي حلقتنا من 7 دي سبورت، وان شاء الله نقابلكم بقى بعد العيد ان شاء الله يعني. وفي ختام هذه الحلقه حابب بس، في احد المشجعين اللي طلب مني طلب كده صغير، مشجعه اسمها فاطمه سليمان جزائريه الجنسيه، هي طلبت لصديقتها اللي في مصر هنا ان احنا نتمنى لها الشفاء العاجل، لان طبعا هي في حاله حرجه. فنتمنى وبندعي لها طبعا كلها ربنا يشفيها ويكمل شفائها على خير. وهنا انتهت حلقتنا من 7 دي سبورت، ونتمنى ان احنا نشوفكم بعد العيد في اسعد حال، ونتمنى التوفيق لفريق الاهلي في ماتش حرس الحدود. وفي الختام خير سلام.